هناك شخص أقال على أن يطلق زكاة ثمره زكاة الأبدان في ليلة 29، وأيضا في اعتاد في شهر رمضان أنه كل ليلة يخرج صدقة، ونسي ذلك الشخص الزكاة وأخرج صدقة كما هو يعني المعتاد، وتذكر ذلك بعد أيام عديدة. نعم، الله يتقبل منه، يعني فات وقتها، هي صدقة من الصدقات بعد أن يصلي.